السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة عالم النحل والصفحة على الفيسبوك تربية النحل لولاية سطيف الجزائرية. الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم أصدقائي الكرام سنقوم بوضع الأسئلة لهذه الخلية. ما شاء الله خلية يعني هي مش مكتظة لدرجة كبيرة، وإنما سنضع لها الأسئلة لكي لا تقوم بالتطريد لا قدر الله. أولا نرفع إطارين حضنة مغلق، الحجز الملكي الحجز الملكي نديروه دوكا نديروه البيض لما يكون في العسيلة ممكن نحذي في البيوت الملكية، وزيد على هذا فترة البيض واليرقة يعني الحضانة مفتوحة وتغلق الحضانة، وباش تخرج النحلة أو الحشرة كاملة تكون فترة طويلة. لذلك دائما نحن نبحث عن جيش من النحل، لذلك نختار حضانة مغلقة على وشك الفرس. مثال هذا معليش، هذا فيه حضانة مغلقة نسبة كبيرة ما مفتوحش. مثال هاي حضانة مغلقة، هذه حضانة مغلقة إطار فيه نسبة كبيرة من الحضانة المغلقة، كاين شوية حضانة مفتوحة لكن قليلة. نضعو هنا هاي الإطار الأول، هذا الإطار الأول نحطوا العسلة. هاي كملنا، هاي هذه في العسل يعني ما شاء الله شرس يطلع النحل. إطارة العام الماضي فيها شوية عسل. هذه هي، شكرا لكم وإلى اللقاء. Thank you.